الساعة الشهيرة تايمكس، ساعة بتبقى ساعة أنا مشفتش قبل كده ساعات بفانكشن ده، اللي هي بتبقى بتستخدم الأنالوج مش الديجيتال، مش زي طبعا زي كاسيو أو حاجة زي كده. الساعة بتستخدم، تخيل فيها الساعة دي فيها سنسور حرارة. أنا للأسف يعني أنا حاولت إن أنا أصور الساعة دي كتير بس معرفتش. هو ده اللي أقدر أصوره، إن الساعة دي فيها سنسور حرارة تقدر تعرف درجة حرارة المية والجو عن طريق المؤشر، وليس ديجيتال، وليس ان هي تقول لك مثلا زي ساعة تيسوت تي تاتش ولا اي حاجة. كل اللي عليك انت بتظبط الساعة كده، تضغط على الزرار زي الستوب ووتش ده كده، تمام، وبتشوف درجة حرارة قد ايه. درجة حرارة دلوقتي 33 او 34، دلوقتي درجة حرارة 34، هنروح مرجعينه كده، تمام. وفيها كمان اللي هو المد والجزر، بس طبعا المد والجزر ده موضوع طويل قوي ان انت بتظبطه. لو انت يعني بتظبط المد والجزر عن طريق، لو انت تبع مناطق ساحلية زي اسكندرية زي البحر الاحمر، فبتظبطه على الهاي تايد اللي هو اللي قدامك ده اللي هو فوق وتحت ده، او لو انت على المناطق اللي جوه الوجه القبلي بتبقى لو تايد او هاف تايد. الموضوع بيبقى كبير قوي قوي قوي. ده طبعا بيتفاعل عن طريق قرب القمر للمناطق الساحلية وحاجات زي كده كتير. بس انا اقرب حاجة ليا اللي انا اقدر اعمله ان هو بكلمك على في فانكشن جميل قوي وجميل وحلو جدا في الانالوج وليس له علاقة بالديجيتال. فانا قلت ما اصور الساعة دي، انا مش معناتي انا بعمل فيديوهات كتيرة للساعات، بس الساعة دي عجبتني قوي في الحتة دي. فانا اهو دلوقتي احنا ظبطناها، قلنا انا دلوقتي اهو شفناها، هنشوف الاخر حاجة كام، 34، وهحطها في الفريزر لمدة مثلا 10 دقايق وبعد كده هعملها تاني. وحطيت الساعة اهي في الفريزر، معرفش ليه الدنيا مغيمة كده بس هي تتظبط كده. حطيتها في الفريزر اهي مع شوية أكل كده حلوين، ونشوف بعد ربع ساعة هيحصل ايه. اهو طلعت التايمكس من الفريزر، سبتها شوية كده بعد كده طلعتها. لما نيجي نشوف هي حسبت قد ايه في الحرارة، هو بيبتدي هو يشوف من الآخر درجة الحرارة بقت 21، كانت الأول 34 بقت دلوقتي 21. بصراحة ساعة كويسة، ساعة حجمها كبير مش صغيرة. القفل بتاعها قفل كويس جدا، حتى كمان في فكه بيبقى حلو قوي. الستانلس ستيل بتاعها مقوى. الساعة مش هتلاقوها، ساعة تايمكس دي مش هتلاقيها كتير عشان ساعة فعلا فعلا نادرة. اسمبلد ان فيلبين، بتتصنع في فيلبين وهي اساس مكونات امريكي، فبتبقى ساعة كويسة جدا على فكرة، ساعة محترمة يعني. وبتبقى في ساعات تانية بقى التايمكس بتبقى فيها بوصلة وبيبقى فيها ستوب ووتش وبتبقى فيها درجة الحرارة والمد والجزر، فيها حاجات كتير أوي. ساعة محترمة ما شاء الله يعني، ساعة كويسة وكمان فيها غطس حوالي 100 متر، ما شاء الله كويسة جدا يعني. شكرا جدا.